قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. يأتي العلماء بهذه الكلمة من باب الاختصار، وإلا لو قال: ولأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال مرفوعا فهو من باب الاختصار. إن من شرار الناس، إن أداة توكيد، من شرار الناس، من هنا للتبعيض، أي من بعض شرار الناس. وإذا كانت للتبعيض فإن الشر درجات، وأعظم درجاته ما ذكر هنا في هذا الحديث، لأنه يتعلق بالشرك وبوسائله. من هم أشر الناس؟ من تدركهم الساعة وهم أحياء. تدركهم الإدراك لا يكون إلا في الأخير، بمعنى أنهم يبقون إلى أن تكاد الساعة أن تقوم. وإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن الإدراك لا يكون إلا في الأخير. فهنا دليل وتأكيد على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الإدراك لا يكون إلا في الأخير. قال: من تدركهم الساعة، قال: من تدركهم الساعة، ما الذي بعدها؟ وهم أحياء. الجملة هنا ما هي؟ من تدركهم الساعة وهم أحياء، حالة كونهم أحياء. وهذا كما جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: وذلك حين لا يقال في الأرض الله، فتحصل الجاهلية ويحصل الشرك والبعد عن الله عز وجل. هذا الصف الأول، من تدركهم الساعة وهم أحياء. وقوله عليه الصلاة والسلام: والذين يتخذون القبور مساجد. لو نظر في هذا الحديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن شرار الناس أو من شرار الناس هم الكفار أو الواقعون في وسائل الكفر. فالصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهؤلاء هم الكفار المشركون. والذين يتخذون القبور مساجد، هؤلاء الذين وقعوا في وسائل الشرك، لأن الصلاة عند القبور ذريعة ووسيلة إلى الوقوع في الشرك، فناسب أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، مما يدل على عظم خطورة الغلو واتخاذ القبور بجميع أنواعها مساجد. ولذا عمم هنا فقال: والذين يتخذون القبور مساجد.